السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم التقدم الرائع الذي شهدته سباقات القدرة والتحمل وهي الرياضة التي تعتبر الأسرع تطورا في تاريخ اللعبات الفروسية، إلا أن الاتحاد الدولي وأمام الانتشار العالمي المتسارع لهذه اللعبة يجد دائما فرصا لإدخال بعض التعديلات التي تؤدي ليس فقط إلى زيادة التشويق بل أيضا إلى إحكام الحبكة التنظيمية وإلى الحد من أي تجاوزات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو بالطبع ما يمنح المسابقات مزيدا من الحيوية ويساعد على رفع درجة الحماس بين المتسابقين. وعن آخر التطورات التي شهدتها سباقات القدرة نتكلم عن الخيل اليوم. لسباقات القدرة متعة تتكشف لمن يعرف كيف تسير هذه السباقات، وحتى تتضح الصورة سنتكلم عن اللجان الفنية لسباقات القدرة وعن مهام هذه اللجان مع تطرق للتغيرات التي شهدتها سباقات القدرة مؤخرا. يعرف الجميع أن سباقات القدرة والتحمل تبدأ بانطلاقة جماعية للمتنافسين سواء أكان السباق تأهيلياً أم مصنفاً، وتدور الفكرة العامة للمنافسة كأي سباق في أي رياضة حول فوز الأقدر بين المشاركين على قطع المسافة المحددة في أسرع زمن ممكن. ولكن خصوصية سباقات التحمل تكمن في ضرورة الحفاظ على الحالة الصحية للجواد طوال المنافسة وإنهاء السباق بجواد لائق من الناحية الطبية، وتحدد القوانين البيطرية المعايير المحددة التي يتم من خلالها تحديد مدى لياقة الجواد من عدمه. وتصنف سباقات القدرة حسب المسافة وحسب عدد الأيام التي توزع خلالها مراحل السباق الواحد ما بين سباقات النجمة الواحدة وصولا إلى سباقات النجوم الأربعة. وبما أن سباقات اليوم الواحد هي الأكثر انتشارا فسنتحدث عن تصنيفاتها وحدها دون سباقات اليومين والأيام الثلاثة. سباق النجمة الواحدة وفقاً لآخر التعديلات على القوانين التي تحكم المنافسات والتي يضعها الاتحاد الدولي يمتد بين 80 إلى 119 كيلومتر مقسمة على مراحل، على أن تكون المدة القصوى التي تمنح للجياد لاستعادة لياقتها بين هذه المراحل 20 دقيقة. سباق النجمتين يتراوح بين 120 إلى 139 كيلومتراً في اليوم الواحد، وبفترة سماح قدرها 20 دقيقة بعد كل مرحلة لاستعادة اللياقة. سباقات اليوم الواحد ذات النجوم الثلاثة تبدأ من 140 إلى 160 كيلومتر، ويسمح فيها أيضاً 20 دقيقة للخيول كحد أقصى بين المراحل لاستعادة اللياقة. أما السباقات التي تصنف كمسابقات بأربعة نجوم فهي فقط البطولات الكبرى والعالمية، على أن لا تقل مسافتها عن 160 كيلومتر لليوم الواحد بالنسبة لمنافسات الكبار. أما منافسات الشباب ذات الأربعة نجوم فيجب ألا تقل عن 120 كيلومتر وألا تزيد عن 130 كيلومترا في يوم واحد. وفي الحالتين تعتبر 20 دقيقة هي المدة القصوى للخيول بين المراحل لتستعيد كامل عافيتها. وفي كل هذه السباقات المصنفة لا يعتبر الجواد لائقاً عند فحصه بيطرياً إلا إذا كان معدل دقات قلبه يبلغ 64 نبضة في الدقيقة أو أقل، فإن زاد عن هذا أثناء الكشف البيطري يتم إقصاء الجواد وفارسه من المنافسة.
التعديل الأساسي الهام الذي طرأ على شروط التأهل لبداية التسابق في المنافسات المصنفة والتي تبدأ عند سباقات النجمة الواحدة هو ضرورة إنهاء سباقين تأهيليين في كل مسافة بدلا من سباق واحد، على ألا ينقطع المتسابق عن المشاركات لأكثر من 24 شهرا. وقديما كان على المتسابق أو الحصان أن يعبر سباقا تأهيليا واحدا بمسافة 40 كيلو مترا ينتقل بعدها إلى أول سباقات التصنيف. أما الآن فبعد سباقين للمسافة التمهيدية عليه أيضا أن يجتاز بنجاح سباقين تأهيليين آخرين بطول 80 كيلو مترا قبل أن يحق له المشاركة في أولى سباقات التصنيف. وفي الواقع فإن شرط المداومة على المشاركة خلال سنتين لا ينطبق فقط حاليا على التأهل إلى أولى درجات التصنيف، بل أيضا على كل مستويات السباقات بين كل درجة وأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في سباق الشيخ سعيد بن حمدان المكتوم. سباق أو بالأحرى أنظمت التأهل لسباقات الاتحاد الدولي حسب الأنظمة الجديدة، إن الخير يجب أن يحصل على سباقين تأهيل 40 و80 وبعدين يدخل بالتدرج سباق الون ستار والتو ستار والثري ستار، وطبعا هذا كله خلال 24 شهر. الخيل اللي ما يستطيع أو يتوقف عن المشاركات ويعدي عليه 24 شهر يرجع مرة ثانية لنظام التصنيف من البداية. من البداية حتى لو كان وصل لثري ستار يرجع مرة ثانية من الأول؟ إذا 24 شهر يرجع مرة ثانية على التصنيف اللي كان بعده، وإذا كان اللي بعده كمل 24 شهر يرجع اللي بعده بهاي الطريقة هذه. يعني ما بين المستويات 24 شهر ما بين المستويات هي المعيار، المدة الزمنية تحسب 24 شهر، في حال ما الخيل كمل 24 شهر ما شارك يرجع على التصنيف اللي كان قبله. شو فاد هذا التغيير بالنسبة للسباقات؟ الفكرة إنه يحاولوا دائما يخلون الخيول المشاركة في سباقات القدرة جاهزة وتكون في جاهزيتها الكاملة، بحيث أن الخيل ما يكون أخذ راحة فترة طويلة وبعدين يدخل مرة ثانية في سباق طويل لمسافة 120 أو 160 يأثر على صحة الخيل أو على مشاركته في السباق. الحفاظ على صحة الخيل في كل الأحوال هو الهدف الرئيسي الذي تسعى كل قوانين رياضة الفروسية إلى تحقيقه، ولهذا شهدت كذلك فترة السماح التي تمنح للحصان للمشاركة بين سباقين للقدرة تعديلا من قبل الاتحاد الدولي. فبالنسبة لسباقات التصنيف يجب أن يمضي 20 يوما على الجواد بعد مشاركته في أي مسابقة قبل أن يحق له الدخول في منافسة تالية، بشرط ألا يكون قد أصيب في المشاركة الأولى بمشاكل في الأنظمة الحيوية وعمليات الأيض. فإن تم استبعاده من المنافسة لهذا السبب وهو ما يعرف بالميتابوليك، فيجب أن يمنح فترة 60 يوما للنقاهة قبل أن يسمح له بالمشاركة في منافسة تالية. وإن تكرر الاستبعاد في المرة الثانية للسبب نفسه خلال شهر من عودته للتسابق، فيمنح إجباريا فترة نقاهة أخرى قدرها 90 يوما قبل أن يعتبر مؤهلا للدخول في مسابقة جديدة. لقد تطورت في الوقت الحالي خاصة في الإمارات الخبرات المحلية التي تراعي تطبيق القوانين الدولية والتي يقوم أصحابها بالإشراف على تسيير مجريات السباقات، ولهذا شهدت هذه الرياضة تغيرا جوهريا ما كنا نحسب يوما أن نراه في ميادين القدرة أبدا. فقد أصبح الآن يحق للحكام المحليين الدوليين المؤهلين تمثيل الاتحاد الدولي في الإشراف العام على المسابقات المصنفة ذات النجمة الواحدة والنجمتين. فالخبير أو المندوب الفني وهو ما يعرف بالتكنيكال ديليجيت يمكن أن يكون من نفس البلد، بعد أن كان الشرط الأساسي لصاحب هذا المنصب أن يكون من غير البلد التي تجرى فيها المنافسة طالما تملك هذه البلد الكفاءات العالية كما هو الوضع في الإمارات. التكنيكال ديليجيت هو المندوب الفني للاتحاد الدولي، يمثل الاتحاد الدولي خلال السباق. طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا بس للمعلومات كباك جراوند، احنا في الامارات عندنا تقريبا انا ومحمد عيسى فور ستار تكنيكال ديليجيت، وصارنا اكثر من 10 سنوات تكنيكال ديليجيت. زمان كان التكنيكال ديليجيت ما يقولون لا في دولته ما يمثل وظيفته، ما يؤدي وظيفته، لان يحتاج كنا نؤديها في دول ثانيه. بس في الوقت الحالي صار السباقات التو ستار، تو ستار ممكن تكنيكال ديليجيت يمثل يكون في نفس الدولة يشتغل ويكون مندوب أو خبير فني للاتحاد الدولي مثل الاتحاد الدولي. مهمة التكنيكال ديليجيت هي تبدأ طبعا قبل السباق، يشوف إمكانيات السباق الموجودة، تجهيزات المحاور، يشوف تجهيزات قرية القدرة أو مكان الفحص، يشوف كل احتياجات المطلوبة لإقامة سباق حسب الكاتيجوري اللي موجود 1 ستار 2 ستار 3 ستار، ويأكد عليها ويعطي أبروف للجنة المنظمة أنها تشتغل.
فهو عمله ينتهي مع بداية فحص السباق. بداية الفحص اللي هو كان أمس سلمت أنا المهام الوظيفية سلمتها لرئيس لجنة التحكيم. رئيس التحكيم يبدأ عمله، وبعدها أنا خلال السباق طبعاً أكون أشوف الوضع، بس أشوف الوضع من بعيد كذا، شو الوضع كيف ماشي، عندي ملاحظات عندي كذا، أتواصل طبعاً مع اللجنة المنظمة، أتواصل مع رئيس لجنة التحكيم من خلال الملاحظات اللي موجودة. وبعد ما يخلص السباق أكتب تقرير كامل عن اللي صار في السباق، الأشياء الإيجابية السلبية من كل النواحي، مع رفع تقرير متكامل عن الفرسان اللي بدوا اللي ستارت ليست والانتري كامل، انتري ليست سوري ستارت ليست والإليمينيشن وكل مجريات السباق مع اللي أنهى، وحتى في النهاية أشوف إنه فعلا كان في مثلا ما في تجاوزات للأوائل لأمور معينة، كل شيء مرت بصورة صحيحة. هل من سلطتك انك تاخذ اجراء في المكان او انك انت يعني تستقبل شكاوى او من هذا القبيل وتبت فيها في مكانها؟ نعم طبعا السباق ما في ابيل كوميتي، فبالتالي بعد ما الرئيس التحكيم كذا عند قرار معين كذا ممكن الفرسان يجوني وتناقش معاهم اذا كان في امكانيه في خطا وارد من سواء من لجنه منظمه او من لجنه التحكيم او من الفارس نفسه. نعم ممكن ابدا الراي في الموضوع، لان في طبعا في 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 فتره انا ممكن اساعد لجنة التحكيم إذا كان في حاجة ممكن أساعد فيها. إذن يحق أيضا للخبير الفني الذي كان في الماضي يسمى بالخبير الأجنبي نسبة لكونه من بلد مغاير أن يقوم بعمل لجنة النقض إن لم يتم تحديد الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة. عموما لربما يجب علينا قبل أن نمضي قدما في الكلام عن باقي التعديلات في أنظمة سباقات القدرة أن نتعرف على اللجان التي تسير العمل والتي تعمل على إدارة مجريات التسابق. في السباق يتواجد أكثر من لجنة، ممكن أحصل لك إياهم في اللجنة التنظيم أو اللجنة المنظمة، لجنة التحكيم، لجنة المشرفين واللجنة البيطرية. هذه أربع لجان تتعامل لإدارة السباق. اللجنة المنظمة بعد أو قبل انطلاق السباق يعني تتحول صلاحياتها جميعها للجنة التحكيم. اللجنة المنظمة خلال إدارة السباق ما لها علاقة. لجنة التحكيم هي أعلى سلطة موجودة برئاسة رئيس لجنة التحكيم وفي أعضاء اللجنة. كذلك لجنة المشرفين لها رئيس المشرفين اليوم اللي هو أنا اليوم في السباق، كذلك مجموعة المشرفين اللي شغالة سواء في منطقة الفحص البيطري، في المحاور، في العيادة، جميع هذول يعتبروا مشرفين ويخضعون لرئيس المشرفين. كذلك رئيس اللجنة البيطرية هو الذي يدير الأمور البيطرية خاصة بالسباق، يعاون فيه الأطباء البيطريين الموجودين في خطوط الفحص وفيهم كذلك المساعدين البيطريين. نحن اللجان الثلاث لجان هذه المشرفين التحكيم والبيطرية والمشرفين نقوم على إدارة السباق من وقت الانطلاق إلى بعد الانتهاء بساعتين. قد لا يلاحظ المتابع للرياضات الفروسية الأخرى دورا ظاهرا للحكام والبياضرة، فالعمل الذي يقومون به قد لا يراه الحاضرون. أما القدرة فالموضوع فيها مختلف تماما، فالحكام والمشرفون وأعضاء اللجنة البيطرية ينتشرون في كل المواقع ويدخلون في كل تفاصيل وآليات التسابق، بل يمكن أن نقول أن ما يقومون به من عمل هو ما يعطي سباقات القدرة كينونتها. فالمتسابقون عليهم بداية أن يتسابقوا في مسارات محددة تخضع لرقابة مستمرة من قبل المشرفين للتأكد من الالتزام بخطوط السير الموضوعة. فالمراقبون المتمركزون في نقاط عديدة يقومون بتسجيل أرقام المتسابقين وتوقيتات مرورهم بهذه النقاط، وعند إنهاء كل مرحلة ترصد كذلك أوقات الوصول ومدد بقاء الخيول في منطقة التبريد واستعادة اللياقة، وهي فترة يجب ألا تتخطى 20 دقيقة. وعندما تجهز الخيول يتحدد مصير المتسابقين عن طريق الفحص البيطري، فالأطباء يقومون بفحص الخيول للتأكد من سلامة وظائفها الحيوية وخلو خطوتها من العرج وانتظام ضربات قلوبها بحيث لا تزيد عن 64 نبضة في الدقيقة. عدم توفر أي من هذه المعايير لدى الجواد يؤدي إلى قرار من البياطرة بعدم أهلية الجواد وفارسه لإكمال التسابق، ويقوم الحكام طوال الوقت بالإشراف على تحركات المتسابقين والتزامهم بالقوانين، وهم الذين يعلنون قرارات الاستبعاد التي يتخذها البياطرة، فبدون مصادقة لجنة الحكام لا تعتبر قرارات اللجنة البيطرية سارية. اللجنة الحكام طبعا هم الجهة أصحاب القرار النهائي، هم اللي يشوفون مجريات السباق، هم كجهة نقولها يعني
متابعة من سواء من كل مجال سباق، سواء كانت على المحاور، سواء كانت على أداء في المنطقة الفحص البيطري، سواء كانت في القرية، من جميع القرارات النهائية ترجع لهم. الطبيب البيطري هو اللي الشخص اللي يقوم بفحص الخيل، بالتأكد من سلامة الخيل، بالتأكد من سلامة الخيل سواء كانت على المحاور، لأن عندنا أطباء بيطريين على المحاور يتابعون الخيل، ممكن يعطي قراره أن كذا كذا الخيل في حالة سيئة وبعد اختار ليس للتحكيم ويقوم باستبعاده أو بتكملة السباق. وفي نفس الوقت منطقة الفحص البيطري هنا الخيل يفحص، الدكتور يفحص الخيل، وإذا كان عنده شكوك القرار النهائي بعد اجتماع اللجنة من 3 أطباء يتخذون القرار وبإشراف رئيس لجنة التحكيم أو أحد الحكام اللي يأكد الأمر اللي هم اتخذوه. فبالتالي هي علاقة يعني تكاملية مع بعض، بحيث أنه التأكد من سلامة الفارق، سلامة الخيل، وفي نفس الوقت شفافية بين الفرسان ويكون في مساواة بين الفرسان، الدور اللي هي تقريبا يقوم فيه الحكام والبيطار. صحيح أن الحكام ورئيس هيئة التحكيم يمثلون أعلى سلطة في سباقات القدرة، ولكن اللجنة البيطرية هي القلب النابض لجوهر التسابق. وبعد الفاصل سنتعرف بشكل أكبر على آليات عمل الأطباء البيطريين وعلى التغيرات التي حدثت في أساليب دخول الخيول إلى ساحة الفحص البيطري. مرحبا بكم من جديد في كلام في الخيل. يخلط البعض بين زمن التسابق الذي تقوم عليه حسابات تحديد المراكز في سباقات القدرة وبين سرعة المتسابقين المجردة على المسارات، فإن حاول أحد قياس سرعة عدو الحصان خاصة عندما يشتد التنافس على المراكز الأولى سيجد مثلا أن هذه السرعة قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، بينما إذا نظر إلى معدل سرعة الجواد نفسه في كشوفات النتائج فسيجد مثلا أنه 28 كيلومتر في الساعة. فكيف يحدث هذا الفارق؟ بداية نقول أننا في حسابات أزمنة التسابق نتحدث عن معدل للسرعة، أي عن متوسط للسرعات المتنوعة التي يسير بها الجواد منذ انطلاقه إلى مسار المرحلة، وبالطبع قد يخفف الفارس من سرعة جواده أحيانا ويسرع في أحيان أخرى، وفي بعض الأحيان يلجأ حتى للسير مشيا إذا أراد أن يخفف الضغط على جواده ليحافظ على حالته ولياقته. هذا بالطبع أمر بديهي، ولكن العامل الذي يحتاج إلى توضيح والذي يساهم بشكل كبير في صنع الفارق بين السرعة الفعلية وبين المعدل المحسوب في كشوفات النتائج هو أن الفترة التي يقضيها الجواد في منطقة التبريد والتقاط الأنفاس في نهاية كل مرحلة قبل الدخول إلى ساحة الفحص البيطري تحسب ضمن زمن التسابق. فبينما يكون الجواد متوقفا تماما في انتظار عودة ضربات قلبه إلى المعدل المسموح يبقى حساب زمنه قائما وكأنه لا يزال في المسار، وهذا ما يؤثر بالتالي على معدل السرعة في الكشوفات. بمجرد دخول الحصان إلى ساحة الفحص البيطري تتوقف على الفور عملية حساب الزمن، ولذلك كان الفرسان قديما يتحايلون على هذا القانون فيدخلون إلى الساحة البيطرية قبل انتظام دقات قلوب جيادهم متعللين بانتظار دورهم لعرض الجياد على الفحص، وخلال تلك الفترة تكون ضربات قلوب الجياد قد أصبحت في حدود المعدل المسموح به فيعرضون جيادهم على البياطرة مقتنصين بذلك دقائق هامة يقللون بها أزمنة التسابق. هذا الوضع تغير الآن بتطبيق إجراءات صارمة لعملية دخول الجياد إلى الساحة البيطرية لمواجهة هذه الثغرة التي كان بعض المتسابقين يتسللون منها لكسب الوقت. فبداية أصبح الحكام والمشرفون يستقبلون الفرسان وخيولهم منذ الدخول ويقومون على الفور بتوزيعهم على حارات الفحص دون ترك أي فرصة لهم للانتظار،
وإن حدث وحاول أحد التحايل فقد يعرض نفسه لعقوبة مكلفة. طبعا احنا ماشيين على اساس مبدا ان نؤدي السباق على اساس على اكمل وجه يكون وما في اي تجاوزات. الفارس من حقه او المدرب من حقه ان يحاول يوفر وقت لنفسه لغايه لما ينزل قلب الخيل، وهذا طبعا مش من حقه قانونيا، بس هو يسمح لنفسه ان يقوم بالشيء هذا. واحنا بدورنا عندنا اجراءات تجاه هذا الموضوع، بحيث ان الفارس بعد ما يدخل في الفيت ان منطقه الفحص البيطري، إذا ما راح دايركت لللاين للدكتور المحدد له تأخر وحب يتلاعب يكسب وقت بسيط، فإحنا نعطيه فلنتي 5 دقائق. الخمس دقائق هذه أعتقد بتحول له يعني بتأخر يمكن المسافة كبيرة طبعاً، وبالتالي حتى لو كرر نعطي نفس الشيء، فهذا في النهاية يعني هو بيحاسب بيحاول يؤدي، وهذا يوفر علينا تعب كثير، يوفر علينا متابعة كثيرة، ويكون في شفافية بين الفرسان أن هذا الجميع أدوا دورهم بصورة صحيحة من غير تجاوزات. بالإضافة إلى إجراءات تقنين عملية الدخول إلى الفحص البيطري ومتابعة هذه العملية بدقة، فاتجاهات الخروج من حارات الفحص الآن أصبحت تسير في اتجاه واحد، فعلى المتسابق الآن بعد انتهاء الكشف على حصانه أن يسير به إلى نهاية الحارة التي قام الأطباء فيها بفحص الجواد، متوجها إلى إحدى طرفي الساحة ومتخذا طريقه وجواده إلى الخارج عبر البوابات الجانبية. وبذلك تقل عملية الازدحام وتسهل عملية السيطرة على المتسابقين داخل الساحة البيطرية. الفكرة أن يحاولوا دائما يخلون الخيول المشاركة في سباقات القدرة جاهزة وتكون في جاهزيتها الكاملة، بحيث أن الخيل ما يكون أخذ راحة فترة طويلة وبعدين يدخل مرة ثانية في سباق طويل لمسافة 120 أو 160 يأثر على صحة الخيل أو على مشاركته في السباق. بالنسبة للتغيرات اللي صارت حتى بالنسبة للسباقات في الإمارات، ألاحظ هناك نوع من الصرامة الزائدة الآن فيما يختص مثلا دخول الفرسان لمنطقة الفحص البيطري، وهناك أيضا أجهزة جديدة. لو تتكلم تشرح لي النظام وتشرح لي شو اللي بيصير في حال عدم التزام الفرسان بالتطبيق هذه المعايير. الفكرة باختصار خالد أن السباقات الأعداد قامت تزيد عندنا في السباقات. نحن في السابق كنا نحصل على 100 مشارك بحد أقصى، اليوم نحن عندنا سباقات ندخل في 600 فارس. عند السباق الماضي اللي كان عندنا 3 أيام مجمل الخيول المشاركة كانت 600 خيل، فهذا يعطينا دافع أن نحن نكون أكثر صرامة، وذلك تحقيق لمبدأ الشفافية والعدالة بين الفرسان. العلاقة في الواقع بين اللجنة البيطرية ولجنة الحكام هي علاقة متداخلة تماما وتكاملية في سباقات القدرة، وفي الوقت الذي يوجد للبياطرة رئيس في كل سباق، فهناك أيضا مندوب بيطري يعين من قبل الاتحاد الدولي ليتم الأخذ بمشورته من قبل اللجنة المنظمة والمندوب الفني قبل السباق وأثناء التسابق فيما يتعلق بكل الأمور الخاصة ببوابات الفحص البيطري وسلامة الخيول المشاركة. إذا ما ظهرت الحاجة إلى تغيير معين بسبب ظروف التسابق أو عند حدوث ما يلزم البياطرة إلى اتخاذ إجراءات آنية أو إلى تغيير في طريقة الكشف على الجياد، فإن المندوب البيطري يدعو إلى اجتماع لكل أعضاء اللجنة البيطرية للمناقشة التي لابد أن يحضرها أيضا ممثل واحد على الأقل من اللجنة التحكيمية. تسلك اجتماعات في بداية قبل السباق نتم عادة عشان نقرر مثلا الفحص هتم ازاي او طريقة الفحص ازاي هتعمل. خلال السباق احيانا برضو بيكون بنجتمع على حسب الحالات المستبعدة، وبيكون في قرارات على طريقة الاستبعاد او مين الاطباء اللي هيكون موجودين في لجنة الاستبعاد او طريقة الفحص هتكون ازاي او الفاينل ازاي هتعمل. بالنسبة للجنة البيطرية تتكون من الاقسام اللي بتكون منها ايه، وايه الادوار اللي بتقوم بها في السباق؟ اللجنة البيطرية هنبدأ بالمستشفى، الأطباء الموجودين في المستشفى، في الأطباء الموجودين في المضمار اللي هم بيتابعوا الخيل في حالة أي مشكلة، بيبدأوا العمل فورا وبيدوا خبر للعيادة، والأطباء الموجودين هنا اللي هم بيفحصوا الخيل عشان يشوفوا هل هم لائقين صحيا أو غير لائقين صحيا للسباق، وآخر حاجة الأطباء اللي بيقوموا بسحب العينات اللي تبعت من الخيل اللي بتخلص أو اللي بتشتغل. اللجنة البيطرية هي أيضاً المسؤولة عن اختيار الخيل الأفضل حالة صحية في كل سباق، حيث ينال صاحبه جائزة خاصة في نهاية المسابقة،
وهو ما يصل البياطرة إلى تحديده بسهولة بسبب سجلات الحالة الصحية التي اصطلح على تسميتها بالكروت البيطرية. الكروت هذه كروت الفحص البيطري، بعد ما يعدي الفارس من منطقة الوصول يدخل منطقة الفحص البيطري، بعد ما يعديها بيتحرك إلى اللاينات المخصصة اللي متواجد فيها الأطباء البيطريين، يتحرك أحد فريق الدعم من الفارس إلى منطقة هذه محددة، من هنا يأخذ الكارت البيطري ويتوجه إلى الطبيب ويتم فحص الخيل وتسجيل البيانات داخل البطاقة هذه. لكل جواد مشارك في أي سباق للقدرة إذن بطاقة خاصة يتم فيها تسجيل كل ما يتعلق بوضعيته وحالته الجسمانية في كل مرحلة، فبعد الفحص يقوم الطبيب البيطري بوضع إشارات ودرجات في هذه البطاقة تترجم مدى اللياقة التي يتمتع بها كل جواد، ويتم تسليم هذه البطاقة مجددا إلى الفنيين بعد الانتهاء من الكشف لكي يقوموا بإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي حتى يعرف جميع المعنيين إذا ما كان الحصان مؤهلا للاستمرار في السباق أو إذا ما كان قد تم استبعاده، مع تحديد المدة التي قضاها في الفحص في الحالتين وذكر سبب الاستبعاد في الحالة الثانية. هذا السجل يفيد أيضا في رصد تطور الحالة الصحية العامة للجياد طوال الموسم. الكارت البيطري هو بيكون ملخص لحالة الحصان، خلينا نقول الخيال هو داخل بياخد الكارت البيطري من التحكيم، خلينا نقول وبيجيبهن على عشان الفحص، بيفحص الحصان وبيسجل فيه كل الحاجات اللي بنلاقيها زي دقات القلب، زي الامعاء، زي الزمن اللي هو حصل فيه ريكفري او الوضع الحصان ازاي، هل استبعد، هل هيكمل السباق. طبعا بياخد الكارت وبيرجعه مره تاني، فكل مرحله بنسجل فيها كل حاجه وفي الاخر بتكون ريكورد. طبعا ده بيساعدنا كمان في اختيار احسن حاله صحيه في النهايه في الفاينل، يعني مش بس خلال السباق حتى بعد السباق. في حاله استبعاد احد الخيول المشاركه من المنافسه فان قوانين سباقات القدره لا تسمح بخروجه من موقع السباق قبل الكشف عليه في نقطة الفحص البيطري أو في عيادة الميدان الموجودة في الموقع. Any horse that gets eliminated at the vet gate or any horse that needs to be retired during the loops because of a medical problem, even if it's a lameness or if it's a metabolic problem, they need to come here before they are sent back to their stables. قسم العيادة العلاجية أو مركز الإسعاف هو الجانب الآخر من الشق البيطري في سباقات القدرة. وأطباءه لا يتبعون الاتحاد الدولي، ولكن عملهم يرتبط بتوجيهات اللجنة البيطرية، وعادة لا يرى الجمهور هذا الجانب من العمل. بعد الفاصل نتعرف بشكل أكبر على تجهيزات هذه العيادة وعلى آليات عملها. أهلا بكم من جديد في كلام في الخيل. يتواصل أطباء عيادة السباق البيطري في الموقع مع أطباء اللجنة البيطرية لتبادل المعلومات ولمعرفة الظروف الخاصة بالخيول التي ترسل إلى العيادة ولإبلاغ اللجنة بالتطورات العلاجية. أما الإشراف على عمل العيادة من الناحية الطبية وتجهيز المكان بالمعدات اللازمة فيخرجان عن نطاق اللجنة الفنية للمسابقة. We basically are a clinic or a treatment clinic for all the horses that are competing during the race. The Dubai Equine Hospital manages this treatment clinic, and what we do is review every horse, check every horse that comes here, and decide which medical treatment is required before they are sent back to their stables.
عندما يقرر أحد بياطرة اللجنة الرسمية إرسال جواد إلى العيادة الميدانية أو عند وصول أي حصان مصاب من الميدان بواسطة عربات الإسعاف، فإن مصيره يصبح في يد الطبيب أو رئيس الأطباء المعالجين في العيادة، فهو صاحب السلطة والقرار بشأن العلاج وإذن الخروج من الموقع، وعلى الفارس أو من يمثله أن يبقى مع الجواد طوال الوقت. وتصل سلطة المشرفين واللجنة التحكيمية إلى العيادة الميدانية فيما يخص التزام المشاركين بالإجراءات القانونية. أما القرارات العلاجية فهي كما ذكرنا من اختصاص أطباء العيادة الميدانية، وهم عادة 4 يرافقهم 4 مساعدين، وتتوفر في العيادة كل المعدات والأدوية اللازمة للتشخيص والمعالجة الإسعافية. We have all the medical equipment. We have all the drugs that we need. We have fluids. We have X-ray machine. We have an ultrasound here as well. Everything is in house. We have 2 clinicians taking care of the horses. Two primary clinicians, but we also have another 2 veterinarians helping us out, and about 4 or 5 people that are just clinical assistants to help us with the examinations of the horse, the changing of the fluids, preparing the fluids, preparing the injections, just so that we can have a continuous treatment of the horse while they're in here. تعتبر إذن العيادة البيطرية الميدانية مركز إسعاف ورعاية أولية، أما عمليات أخذ عينات الدم لأغراض الكشف عن المنشطات فهو أمر يخرج عن نطاق عمل العيادة. That is actually for the end of the race for the horses that they finish, you mean? That is usually done by the federation. So it needs to be the official veterinarian for the race. That's usually an international veterinarian that it's working with the federation at the gates. That's the one that needs to supervise the blood testing for the horses that win the race or that finish in the first couple of places at the end of the race. In here, what we do blood testing is for health matters. Horses that come here that are not doing very well, we take blood samples, but mostly to decide what kind of treatment they're going to receive. If they're going to be on fluids, if we need to add calcium, if we need to add glucose to their fluids, those are the blood testing that we do here. The blood testing for the winner gets done in a different place by a different veterinarian. We're only treatment clinicians. تكلمنا اليوم عن عمل اللجان الفنية وعن التغيرات التي شهدتها سباقات القدرة مؤخراً، وبقي أن نرصد التطورات التي تبنتها الإمارات والتي ليس من الضروري أن نراها في مسابقات الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الدولي. ففي وقت سابق كانت تجرى عملية تسجيل أزمنة التسابق عبر كروت ممغنطة تحمل معلومات المتسابقين يتم تسليمها لمراقب الزمن لدى الوصول. أما الآن فقد تطورت هذه العملية في السباقات الإماراتية بشكل أكبر، حيث يتم استخدام نظام المجسات الإلكترونية في رصد وتسجيل حركات الخيول عبر البوابات، وأيضا لدى دخول الجياد إلى ساحة الفحص البيطري، وبالتالي تجرى عملية حسابات أزمنة التسابق بشكل آلي، ويتم استقبال الإشارات الواردة من المجسات التي تحملها الجياد عبر أجهزة استقبال خاصة، ومنها إلى أجهزة الكمبيوتر التي تتولى تسجيل المعلومات والتوقيتات حسب الشفرة الخاصة بكل متسابق. في جهاز الدخول احنا طبعا نطبق النظام اللي هو النظام الفرنسي اللي يعتمد على نظام مجسات تتركب في جسم الخيل او خلافي تحديدا في ركبة الخيل، ويتم من خلاله ان الخيل لما يدخل الى داخل منطقة الفحص البيطري المجسات هاي تكون مركبة في الارض عندنا تلتقطها، وبالتالي يتم تسجيل وقت دخول الخيل. ما في داعي نستخدم اي بطاقة او مغنطة سلاشين كارد النظام السابق. ورغم الاعتماد حاليا على الأنظمة الآلية والمجسات الإلكترونية في متابعة حركة وصول المتسابقين إلى مركز السباقات في نهاية كل مرحلة، وكذلك في رصد وحساب توقيتات التسابق لدى الدخول إلى ساحات الفحص البيطري، فإن عملية المراقبة والتسجيل اليدوي لا تزال قائمة، وذلك كإجراء احتياطي لعدم انهيار السباق في حالة إصابة الأجهزة الآلية بأية أعطال. فعند الوصول يعمد أحد المراقبين إلى الإشارة إلى المتسابقين بضرورة الدخول من بوابات معينة تشتمل على أجهزة استقبال إشارات المجسات الإلكترونية،
وفي الوقت نفسه يقوم بكتابة أرقام المتسابقين يدويا. نفس الإجراء يتبع أيضا في عملية تسجيل الدخول إلى ساحات الفحص البيطري. ففيما تقوم المجسات الإلكترونية بعملها في رصد المتسابقين واحتساب أزمنتهم آليا، فهناك أيضا مشرف نظام احتساب التوقيت الذي يقوم بتسجيل الزمن ورقم المتسابق يدويا للسبب نفسه. نعرف أيضا أنه بعد عبور الخيول للفحص البيطري بنجاح في نهاية كل مرحلة، تمنح الجياد فترة استراحة إلزامية لا تقل عن نصف ساعة. وخلال هذه الفترة تتوجه الخيول إلى اسطبلات الاستراحة المخصصة للفرق المشاركة، فيعمد المدربون إلى تدليك عضلات الجياد وإلى إطعامها والتخفيف عنها حتى يحين الموعد المحدد للانطلاق إلى المرحلة التالية وفقا لزمن الانتهاء من المرحلة السابقة لكل متسابق. والالتزام بتوقيت الخروج هو أيضا شرط أساسي على الفرسان الالتزام به، والإخلال بتطبيقه يجعل المتسابق عرضة للعقوبات. الخروج يجب أن يكون خلال وقت محدد. الفارس اللي يطلع، طبعا نفس الفكرة، في مجسات موجودة على بوابات الخروج، الفارس اللي يطلع قبل وقت المخصص لا يتم تسجيله وإعطاء إنذار أول مرة ويتم حرمانه من المشاركة أو من تكملة السباق إذا كرر التصرف هذا مرة ثانية. تتجلى بوضوح عند الخروج إلى المراحل فوائد استخدام الأنظمة الآلية في احتساب أزمنة التسابق. فقد تم في الإمارات تركيب ساعات خاصة فوق بوابات الخروج يتم فيها إظهار العد العكسي للزمن تنازليا لكل متسابق حتى يحين موعد الانطلاق، ويقوم المشرفون بمراقبة التزام المتسابقين بذلك، بل ويقومون أيضا بلفت انتباههم إلى اقتراب موعد الخروج وإلى عد الثواني العشرة المتبقية لهم بصوت مسموع في معظم الأحيان. 92 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
خلال تبنيها لأحدث النظم التي تدفع بهذه الرياضة إلى الأمام. وعلى الرغم مما وصلت إليه التجربة الرائدة من تقدم، فسيبقى هناك دائما ما تضيفه الإمارات إلى هذه اللعبة. نكتفي بهذا القدر من الكلام في الخيل، ونلقاكم مجددا على خير. وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.